نبدأ من صحيفة الأخبار مع فراس الشوفي. رشوة أوروبية للبنان 160 مليون يورو لإبقاء النازحين. تأتي الزيارة الثانية للرئيس القبرصي إلى لبنان الأسبوع المقبل برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية. المعلومات المتوفرة حول الزيارة حتى الآن لا توحي بأي تحول في الموقف الأوروبي الغربي تجاه المسألة السورية والنازحين في لبنان، ما يعني استمرار سياسة دعم بقاء النازحين في لبنان. بالتوازي مع المراوحة السلبية الأوروبية، جاءت زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لباريس، ومن ثم اتصاله برئيس الحكومة السورية حسين عرموس أول من أمس للبحث في مسألة النزوح. لم تظهر بعد التفاصيل الكاملة للزيارة وما اتفق ميقاتي عليه مع الفرنسيين بخصوص المسألة، إلا أن الاتحاد الأوروبي يبدو جاهزا لدفع رشوة إضافية للبنان بحوالي 160 مليون يورو تكفي لإطالة أمد بقاء النازحين من دون أي حل للأزمة. وهذه الرشوة ليست يتيمة، بل يضاف إليها ما يحكى عن موافقة فرنسية إيطالية على تمويل الجيش لثلاث سنوات بقيمة مليار يورو. الجزء الأساسي من التمويل طبعا هدفه المستقبلي توسيع عديد قوة الجيش في الجنوب بما يفوق عديد مقاتلي المقاومة بحسب المفهوم الغربي، لكن الهدف الأساسي الثاني هو مراقبة الشواطئ لمكافحة الهجرة غير الشرعية. إلى النهار مع رضوان عقيل. حصيلة الخماسية غير مشجعة والدوحة لا تتبنى مرشحا. تنقل مصادر في الخماسية أنها سمعت كلاما مشجعا من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي يعطي مساحة كبرى لكل من النقاش وتبادل الآراء على طاولة حوار حقيقية برئاسة بري، في وقت يقول فرنجي أمام السفراء وكل من يتصل به بأنه الشخصية المناسبة في هذه المرحلة، مع دعوته للحسم تحت قبة البرلمان سواء صب معه أو ضده. وهو ليس مرشح إيران وسوريا ولو ربطته علاقات صداقة مع المسؤولين في الدولتين، وأن النواب الشيعة الذين يؤيدونه لا يمكن تجريدهم من لبنانيتهم وخيارهم الرئاسي. ويعترف أحد السفراء بأن باسيل يمتاز بحنكة وليس من الضرورة الالتقاء معه، إلا أنه لا يفكر في انتخابات الرئاسة اليوم فحسب بل بما بعدها، فضلا عن بدئه الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة. لم يخفي أكثر من عضو في المجموعة الملاحظات على أداء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي فشل في مبادرته حتى الآن. وفي أحد اللقاءات مع مسؤول فرنسي كبير سمع أن ليس من حق لودريان أن يتحدث باسم الخماسية من دون التنسيق مع مكوناتها، وصدرت ملاحظات في هذا الخصوص من واشنطن والدوحة. وفي لقاء لسفراء الخماسية عند مرجع لبناني كبير وجهت انتقادات للودريان من نوع أنه ساهم في محطته الأخيرة في لبنان في تدمير مبادرة بري، عندما تحدث بخطابين في عين التينة وآخر في دارة السفير السعودي وليد البخاري بحضور النواب السنة، وقوله أن إدارة دولته قررت السير بالخيار الثالث، فيكون بهذه الطريقة قد قضى على أمال فرنجية ولو طير أزعور في طريقه.